بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل موضوع مات بلوت وبانداز اللي من اللايبراريز عشان إن شاء الله الأربعاء بناخذ انهيريتنس. نطبق أول شيء على المات بلوت. المات بلوت لايبراري هي خاصة برسم الدياجرام. راح نتعلم نرسم إذا عندي مثلا قيم كيف نرسمها أو فانكشن إذا بدك ترسم قيمه على رينج معين. طبعا هذا كثير بلزم بالرياضيات كيف نرسم function. نشوف أول إشي نتذكر كيف نرسم. مين يذكرنا شو الخطوات الرئيسية عشان نستخدم الماتبلوت؟ شو أعمل import لإيش؟ يقول راح نعمل import matplotlib.byplot as plt. matplot اللي هي matplotlibrary.byplot as plt. وفي طريقة أسهل ذكرين هاي from by lab import star. from by lab import star إذا كتبناها مصير نستخدم كل شيء بالساي باي بالنم باي بدون ما اضطر اكتب sp.nb. صح؟ أو matplot. يعني نقدر نستخدم كل اللايبراريز إذا كتبنا from by lab import star أو بكتب from import matplotlib.by plot نكتبهن نذكركم فيهن. إما بكتب import matplotlib.plot as plt مثلا نتذكر نكتبها ككومنت دي from by lab import star. طبعا هاي وجودها شو بيساعدني إني أستخدم أي ميثود موجودة بأي library بدون ما أرجع لأي library اللي هي موجودة فيه. طيب نشوف شو مطلوب منا بالماتبلوت. مطلوب في عنا two list x و y. بدنا نرسم رسم. طبعا في عنا رسم خطي يعني رسم أشرطة يعني الرسم على شكل باي دائري أو على شكل. نشوف أول شيء عندي قيمتين x و y ذاتيات x وحداثيات y على شكل list. أول مطلوب كان مطلوب منا طبعا هاي قيم مش functions. plot line اللي هو خيار البلوت that show the result. plot line طبعا الخطي بحاجة لإحداثيات x و y. شو بنكتب plt.plot خيار الرسم الخطي اللي هو البلوت x فاصلة y يعني أعطيته إحداثيات x وإحداثيات y. طب شو الإشي اللي بيصير بعدين شو لازم أعمل plt.show. طب إذا ما عملنا show ما بيطلع الرسمة بيطلعها بس شو بس إذا عملت أكثر من رسمة بيطلعهن كلهن على نفس السطر. إذا لازم إذا بدي كل واحدة تطلع يعني لو بدرسم خطي وبدرسم دائري وأشرطة وهاي وما عملت شو بضل يرسم لي على نفس الفيجر. إذا بدي كل واحد يعمل لي لها فيجر بدي يخلص خلاص مجرد ما أقول له plt.show بطبع لي الأشياء اللي كان راسم بطبع لي إياهن على فيجر. يعني كنت عامل 2-3 بدي يطلع وأقول له plt.show بظهر لي إياه. إذا بلشت أرسم من جديد برد يرسم على فيجر جديد. اتفقنا؟ طب شو هسا بصير لما أعطيه أنا إحداثيات X و Y شو بصير؟
كيف برسم؟ يعني أنا برسم الرسم الخطية، برسم هنا أشوف كيف الرسم راح تطلع معي. طبعاً أكيد رسمتي مش صح 100%. عند إكس 5 قيمة واي 10، شوفوا بيعمل أزواج، بيعمل لهم بيرز، ولازم يكون عددهم متوافق. واي 10 هاي أول نقطة، إكس 5 واي 10، إكس بما إنه في قيم كثير خلينا نخلي الخمسة هون، هاي أول قيمة 10 هتكون النقطة هون. بعدين طبعا هو مش نقاط، خطي، يعني خطي راح يعمل ماتشنج بيناتهم. إكس 1 واي 5 هاي النقطة، إكس 9 وإكس 9 واي 8 عند 9 واي 8، إكس 4 واي 4 إكس 7 واي إكس 7 واي قيمتها 2. بعدين بعمل ماتشنج، بلش من وين؟ من الخمسة، الخمسة راح يروح على الواحد، الواحد راح يروح على التسعة، من التسعة راح يروح على الأربعة، من الأربعة راح يروح على الاثنين. هيك الرسم راح تطلع. طب خلينا نعمل ران ونشوف الرسمة. والرسمة زي ما رسمتها، بس أنا رسمي مش دقيق، أنا قاعد برسم. شايفين كيف عمل؟ هو عمل نقاط 5 و10 رسمها كنقطة، ثلاثيات 5 مع واي 10، 1 5 1 مع 5، بعدين 9. طب كيف وصلهن؟ ما هي البلوت خطي مش نقاط، لو عملت سكتر بحط النقاط بدون ما يوصل بيناتهم، سكتر نفس الإشي بحط النقاط بس بيوصلش بيناتها، نقاط مبعثرة لأنها يعني سكتر، نقاط مبعثرة. اللا البلوت لا، لاين خطي، برسم لي إياه خطي البلوت، بيوصل بالنقاط بس مش حيلا يعني ببلشني من النقطة واحد، لا ببلش من أول نقطة 5 و10، بعدين النقطة 1 و5 وديها بوصل 5 و10 مع 1 و5، بعدين 9 و8 بوصلها، بعدين شوف حسب ترتيبهم هون كيف ظهرت، اتفقنا؟ طيب لو كان عندي بس أعطيته إحداثيات واحدة، يعني هو الأصل بالخطي، الخطي يكون إيش؟ إكس وواي، عشان يعملهن نقاط بالمستوى الديكارتي، يعمل أزواج 5 مع 10، 1 مع 5، 9 مع 8، 4 مع 4، 7 مع 2، صح؟ هاي إذا أعطيته إحداثيات واحدة، محور واحد، شو بيعتبره؟ السيني ولا الصادي؟ يعني لو جيت هون قلت له plt.plot كمان برسم خطي، ولاحظ هسا ما رح يرسمه على نفس الديجرام، رح يرسم ديجرام ثاني، لأن أنا عملت plt.show، عملت plt.show، خلص رسم الرسمة، ببلش يرسم على فيجر جديد. لو أعطيته مثلاً إحداثيات إكس أو واي، هاي شو راح يعتبرها؟ خلينا نعمل ران، شوفوا رسم؟ رسم، بس شو اعتبر؟ إحداثيات إكس راح يعتبرها هاي من راندوم؟ لا، بيعمل ماتشنج مع 1 2 3 4، يعني هاي بيعتبرها واي، وبيعتبر إكس، هذول شو بيعتبرهن؟ واي،
قيم واي، إذا أعطيته فيكتور واحد بيعتبرها أنت أخذته بالمادة، ما بالمادة أخذته، إذا أعطيته فيكتور واحد شو بيعتبره؟ بيعتبره قيم الإحداثي الصادي، والإحداث السيني بيعتبره واحد اثنين ثلاثة أربعة. شوفوا واحد عند الواحد القيمة خمسة، الإكس واحد يعتبر واي خمسة، إكس اثنين واي واحد، شوفوا إكس اثنين واي واحد، وهكذا يعني بحط قيم أو صفر واحد اثنين، الصفر خمسة، الواحد واحد، الاثنين تسعة، شايفينها؟ الثلاثة أربعة، والأربعة سبعة. يعني هذا إذا أعطيته فيكتور واحد هذا شو بيعتبره؟ بيعتبره قيم صاد. قيم سين شو بيعتبرها؟ 0 1 2 3 هيك بعدد القيم. يعني القيمة الأولى بيعمل لها مابينج، الإحداث السيني صفر، الإحداث الصادي خمسة. الإحداث القيمة الثانية الإحداث السيني واحد والصادي واحد. الثالثة السيني اثنين والصادي تسعة. طب قولي هاي اسمها إكس، بقول لك المسميات مش مشكلة، بس أنا أعطيته فيكتور واحد شو بيعتبره؟ بيعتبره الإحداثي السيني. شوفوا لو كنت مش عامل شو هون، لو كنت مش عامل شو الرسمتين برسمهن على نفس الرسم، شايفين؟ رسم لي إياهن على نفس الرسمة. ليك إحنا ليش بنعمل بي ال تي دوس شو؟ عشان كل إشي بدي أفرغه خلاص برسمه على فيجر. إذا بلشت من جديد، طب الرسم الثاني طلع لي إياها، معني مش عامل بي ال تي دوت شو، هو بيطلعها، بس إذا أنت عملت رسم جديدة ظل يرسم على نفس الفيجر. إذا بدي يرسم كل فيجر لحال لازم أظل نعمل بي ال تي دوت شو، عشان إذا رجعت بعد شوي أرسم فيجر جديد يرسمه على فيجر لحاله مش يحطه على نفس الفيجر. اتفقنا؟ طيب هاي أول شيء كيف نرسم القيم. إذا كانوا قيمتين، ولاحظوا القيمتين لازم يكون نفس عدد، يعني لو هون لو حطيت زدت القيم شو بعطيني؟ بعطيني ايرور، لأنه كيف بده يعمل مابينج؟ شو أعطاني؟ عمل لي ايرور. لازم عدد قيم الإحداث السيني تساوي عدد قيم الإحداث الصادي. بعطيه إكس وواي اللي هو بيعمل مابينج بين قيم إكس وواي. طيب إذا أعطيته قيمة واحدة قلنا فيكتور واحد أو ليست واحدة شو بيعتبرها؟ بيعتبرها المحور، قيم المحور الصادي، والمحور السيني شو بيعتبره؟ 0 1 2. أول قيمة بيعملها مابينج مع الزيرو، ثاني مع الواحد، وهكذا. اتفقنا؟ وريتكم إياها في على الرسمة عشان تتأكد. هاي 0 قيمتها 5، الواحد قيمتها 1، 2 قيمتها 9، 3 قيمتها 4، الأربعة قيمتها سبعة. كيف عمل مابينج؟ طيب هاي هيك لو قيم. طب لو عندي فانكشن بقدر أرسمه؟ بنقدر نرسم كمان الفانكشن. طب خلينا نكمل هون، نكمل هاي المطلوبة المطالب. إحنا لحد الآن طبقنا بس اللاين بلوت، بس طبقنا الأول، بس شرحنا كيف بيكون. طب بلوت بار بلوت، بار بلوت طبعا شكل الرسم مش شرط يكون خطي وسكتر، كأنه احنا خدنا لاين وسكتر، بلوت وسكتر، بس هو في أشكال كثير لرسم الدياجرام، ممكن يكون خطي، ممكن يكون البار اللي هو الأشرطة اللي هي نفس الأعمدة بس بشكل أفقي، أعمدة أفقية، أو هون هي نفس الكولومز سميها بار. and show the result لو برسمهن على شكل أعمدة نفس الشيء اكس واي بي ال تي دوت بار اسمه بار. الفانكشن بدل بي بلوت برسم خطي، دائما برسم خطي البلوت. البار برسم لي اعمده او اشرطه بي ال تي دوت شو. طبعا حطيت لكم واجب يا شباب امبارح بالليل الاربعاء اخر شيء، في الرسم نفس الرسم نفسه بنفس الطريقة بس بضر على شكل أعمدة، يعني هو عنده الزوج إكس وواي خمسة مع عشرة وخمسة مع عشرة، هاي الخمسة قيمة خمسة مع عشرة بس بيعملها على شكل عمود، الواحد مع خمسة هاي الواحد مع خمسة، التسعة مع الثمانية هاي التسعة مع الثمانية، الأربعة مع الأربعة هاي أربعة
قيمتها 4. الإحداث السيني 7 قيمته 2، شايفين؟ بس بعملهن على شكل أعمدة وبيوصلش بينات الخط، ما بيوصل خط، بعملهن القيم على شكل أعمدة. شفناهن كيف؟ طيب كمان طلب مني هيستوغرام. الهيستوغرام اللي هو خيار الهيست. طب كيف الهيست؟ الهيست زي برسم زي أعمدة كاملة أو متراكبة. طبعاً الهيست تطبق لقيمة واحدة إما لواي أو لإكس. هو طالب مني أعمله لواي. شوفوا plt.hist واي plt. طب لو أعطيته إكس واي ما بيقبله، هو لقيمة واحدة. الدائري والهيست لشغلة واحدة. حتى الباي، الباي اللي هو الرسم الدائري بعطيه قيمة واحدة. طب ليش قيمة واحدة؟ شوفوا شكله الهيست زي أعمدة كاملة. يعني هاي مثلا عند الإحداثي الواي الواحد أعطيته قيم واي. عند الواحد، عند الأربعة والخمسة قيم، والثمانية والعشرة. شوفوا كيف بعمل لي إياه كعمود كامل. هيك هيك وبعمله. طب لو أعطيناه إكس واي، شو بعمل لي؟ ما بعطيني نتيجة. بعدين بحكي لنا بلوت سكتر. سكتر اللي هي النقاط مبعثرة. نقاط مبعثرة بدي اكس واي. سكتر زي قبل شوي لما عملت النقاط ووصلت بينات الخط، بس ما بوصل خط، خلص بس بعمل النقاط. هاي هي السكتر plt دوت سكتر. سكتر اكس فاصلة واي. راح يرسم نفس الطريقة اللي رسمنا فيها الخط قبل شوي بس بدون ما يوصل خطوط بيناتهم. بيظل النقاط مبعثرة، اسمه نقاط مبعثرة. هاي نقاط، شايفين نفس ال... بس أنا ما وصلت. هاي لو جينا وصلنا خطوط بتطلع نفس رسمة اللاين الخطي لو وصلنا بيناتهم، بس هو سكتر ما راح يوصل. خمسة مع العشرة بروح هاي مثلا أول نقطة. لو بدي أوصلهن أوصلها مع هاي النقطة، بعدين واحد مع خمسة، بعدين التسعة مع الثمانية، بعدين الأربعة. هيك طلعت الرسمة الخطية صح؟ ليش؟ لأنه وصل بين النقاط. السكتر ما بيوصل بس بيعمل النقاط. خمسة عشرة، واحد خمسة، تسعة ثمانية، أربعة مع أربعة، سبعة مع اثنين. برسمهن على مستوى الديكارت ولازم أعطيه قيم إكس وواي. الباي اللي هو المقطع الدائري، الرسم الدائري بلوت باي for the values of y باي and show the results. قيم y plt dot باي. باي اللي هو مقطع دائري لمحور واحد y. طبعا في تنسيقات، شوفوا explode labels الكالرز، ممكن اتحكم بالكالرز بالالوان. يعني في تنسيقات، احنا تعلمنا جزء من التنسيقات اذا بدنا ننسق. شوفوا كيف الواي بيعملهن كنسب، نسب مئويه، بجمعهن وبحسب على العدد. يعني هون 10 زائد 5 زائد 8 زائد 4 زائد 2. كيف المحور الواحد بيعمل هذا الدائري؟ 15 23 27 29 29. تيجي مثلا هذا العشرة، عشرة على 29 باخذ تقريبا الثلث. شوفوا هاي اللون الأزرق اللي هو القيمة عشرة، هاي العشرة اللون الأزرق. القيمة ثمانية هاي اللون الأخضر أقل منها بشوي.
الخمسة، هاي الخمسة وهاي الأربعة وهاي الاثنين، فبأخذها النسبة المئوية، القيمة على المجموع، بعملها كنسبة مئوية، بيرسن كنسبة مئوية. إمكاني أظهر أغير بالكالرز الألوان، ممكن أحط كالرز، شوفوا إذا بدي أذكركم بالتنسيقات، كالرز تساوي، ممكن تعطيه يكون حاط لست، مذكرين الألوان نعبر عنها على شكل، هاي مثلا R اللي هي ريد، اللي مش عارف في اختصاره شو بتعمل، تكتبه كامل كسترينج، بلو مثلا، R بلاك، هاي إذا بدي بلاك اللون الثاني، الثالث وايت، وايت مثلا W، إذا مش عارف الاختصار بحطه وايت، أكتب وايت. green G yellow، جزء yellow مش عارف الاختصار بدي اكتبها كم لون هن، واحد لازم يكون عدد الالوان بعدد القيم، واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة وهاي خمسة. شوفوا نعمل، نعمل run، شوفوا الألوان red، أول أكبر قيمة أخذت الريد اللي هي أول إشي العشرة، ثاني قيمة أخذت الwhite، البلاك ثاني قيمة اللي هي الخمسة، خمسة أخذت بلاك، ثالث قيمة الثمانية أخذت الوايت، رابع قيمة اللي هي الأربعة أخذت الجرين، خامس قيمة اللي هي الاثنين أخذت اليلو. بالترتيب كمان أعطيهن بالترتيب القيم، بس كالرز بقدر أغير الكالرز، شوفوا لما فتحت أعطاني قائمة كبيرة، القيم اللي بدي أعملها دائري، الليبلز ممكن أظهر ليبلز، بدي أظهر ليبلز، إذا بدي أظهر ليبلز بكتب هيك ليبلز، هي معطيني إياه بحطه كليست، كليست شو المسميات اللي بدي إياها، بدي مثلا أول قيمة هي العشرة هي بتمثل مثلا هي بتكون نسب مثلا، شوفوا نسب ظهور النباتات، توميتو، الثانية الثالثة أورانج، الرابعة أبل، الخامسة ليمون. شوف كيف راح تظهر، نعمل رن، كيف ظهرت الليبلز على الرسمة. كمان لو بدي أظهر أي إشي، أي إشي من الأشياء الموجودة، من التنسيقات الموجودة، يعني أعمل براكت ننزل، مجرد ما أحط فاصلة هو بيعطيني الأشياء، في عنا ليبلز مسميات، في عنا ألوان، في عنا أشياء كثير. الشادو بدي يظهر شادو ظل للرسمة، قيمته هي فولس يعني مش ظاهر شادو، شادو بيظهر زي ظل خفيف، إذا بدي يظهر بقول له شادو تساوي ترو، تساوي ترو تظهر لي ظل. الليبل ليست، ليبل ديستانسز مسافة بين الليبلز، الستارت، الراديوس قطر، في أشياء كثير ممكن إن ننسق كمان لأي دايجرام، حتى السكتر، شوف السكتر في تنسيقات، هاي شوفوا السكتر S X Y، بعطيه X Y، هو وضح لي إنه لازم يأخذ قيم X Y، بعدين قايل لي في اس، الاس اللي هي السايزز اذا بتتذكروا، لانه هذا طبقنا لكم اياهن، السايزز والكلرز، السايز الاحجام النقاط المبعثره، اذا بدي اياهن كلهن نفس الحجم ممكن اخليه على نفس القيمه، ممكن اعمل ليست اس تساوي مثلا 30.40 اذا بدي اياهن نقاط مش نفس الحجم، 50 10 60، لازم بس القائمه تكون بنفس عدد القيم. كم قيمة هون حطيت؟ خمسة، خلص هاي خمس قيم. طيب كمان فيش عندي غير بالسايزز، في عندي كالرز، السي اللي هي الكالرز، بس هون مش كاتبين كالرز، كاتبين السي اختصارها، أنا بكتب زي ما هو بدني شو
الكالرز ممكن اكتب قلنا زي هسه هاي بدي الوانها اشي ريد اشي بلو بلو بي اشي وايت. طبعا اذا انا مش عارف الاختصار بكتب الكلمة كاملة اشي يلو جي جرين. النقطة الرابعة يلو خلينا احط الاختصار اللي بيقبلهوش. شوفوا راح اعمل رن واوريك النقاط المبعثرة كيف كل حجم اختلف عن الثاني. حجم النقطة اختلف، مش بس حجم النقطة، ألوانها السايزز الكالرز هذول أعطيناكم إياهم، بيحكوش ما أخذناهنش. أنا الفصل الماضي أنا درست المادة معكم، أعطينا هاي الأشياء. شوفوا كيف ممكن نرسم بأكثر من طريقة، ممكن ننسق. هسه عملنا define the function، بدنا نعرف function f of x يساوي x x تربيع هاي x أس 2 x تربيع ناقص 1، مش x 2 فيش x 2 x تربيع ناقص 1. بعدين بتدرسموا على النقاط قيم x من سالب 10 ل 10. Plot the function and show your result. نعرف نرسم ذا فيجر function. بنعرف الفانكشن، بعدين بنحط بنعرف الفانكشن قيم x، بعدين نعمل زي مابينج قيم x مع f of x. طبعا هو بيعمل تلقائيا مابينج. احنا لما اعطيناه list x y كنت بعطيه نقاط جاهزه، بس اذا اعطيته function مع احداثيات x بيعوض كل قيمة من x بالفانكشن. هو بوجد الأزواج هاي، بوجد الليست اللي بتمثل x و y، بوجدهم كأزواج وبرسم لي إياها. يلا معكم 5 دقايق ارسموا، اعمل الرسمة ووريني إياها. define the function f of x يساوي x تربيع ناقص 1. يلا معك 5 دقايق بس هاي هي for x in range من سالب 10 ل 10. بدي انت ترسم، يلا ارسم وبلش ارسم. يلا يا شباب هينا مستنى فيكم. في حدا بعت لي شات بالرسمة، بعتكم تكتبوا اسماءكم، احنا بناخذ حضور غياب مباشرة. أنا باخذ حضور وغياب، بنادي على اسمك، اللي بيحكي نعم بسجله حاضر، اللي بيحكيش نعم بسجله غايب، حتى لو كتب لي اسمه هون، حتى لو كتبتوا لي أسماءكم هون، اللي ما حكى نعم وما جا أخذ حضور وغياب بسجله غايب.
يلا يا شباب، حلينا من كل فرع صغير، يعني مش تكتب كلاس. مين ما راح import numby ملتي ماتبلوت numby دوت ارينج صح اكس مع اف اوف اكس صحيح. يلا مين غير ما راح؟ مين غير مرة؟ يلا يا شباب بدنا نحل السؤال، احنا بدنا نحله. انا بعطيك فرصة اذا بدك تشارك. وين اللي كانوا يحلوا؟ عمر وعبد السلام، عمر وحمزة، وينهم؟ انا موجود بس ما بجوز، كنت مخبط فيه وبالوقت اخذت المادة لساتني مش كثير فاهمة، يعني قاعد احاول فيها. بس نعرف الفانكشن، نعمل إحداثيات إكس على فانكشن أرينج مثلاً أو لينسبيس أو أي إشي تستخدمه، تعمل إحداثيات لإكس من سالب 10 إلى 10، بعدين تعمل بي إل تي دوت بلوت إحداثيات إكس مع أف أوف إكس، أف أوف إكس، وبتطبع يعني ثلاث أربع خطوات بس. نروح على البانداز لأنه نكمل اليوم اللايبراريز، لأنه ما ضلش وقت، نضل inheritance و composition نهاية الأسبوع هذا الأسبوع الجاي. يعني حطيتكم واجب لنهاية الأربعاء تسليم، بعد ما يخلص بس اكتب كلاس في بعض الفانكشنز بتشتغل هذا الواجب. يعني كلاس عادي في data members و constructor و str، وفي بعض الفانكشن 1 بيشتغل مثلا على التكامل، function 2 بيشتغل على اللينير الجبرة اللي هي حل نظام اللي يتطبق على الماتبلو على النمباي والسايباي، بس على شكل ميثودز داخل كلاس، على شكل ميثودز جوا الكلاس. بعدين اكتب المين وافحص، تعرف اوبجكت وافحص كودك الواجب. راح بدنا نمتحن كويز كمان، راح نمتحن كويز باللايبرريز مع نهاية الأسبوع، بدنا نمتحن كويز. هلا يا شباب بدي احل انا، اللي حدا بده يبعث لي يبعث لي اللي كاتبه شو ما كان. طيب خلينا احله. بنعرف نعرف function المرة الماضية وريتك اياها، بتعرفوا def f of x او لامدا، هاي x2 تساوي لامدا of x بهاي الطريقة. خلص اللامدا إذا مش عارفينها بنعرف بالطريقة العادية f of x. طبعا أنا عامل import matplot by، ننساش ال import return. شو هو برجع؟ x تربيع x أس 2 ناقص 1 ولا زائد 1 ناقص 1. المهم الفانكشن شو ما كان، لو في sin x لو في exponential، بس نتذكر الساين والاكسبوننشال يا بستخدمهن من النمباي أو بستخدمهن من المات. بعدين بنعرف قيم x، هاي f of x اللي هي الإحداثي y، هاي راح تكون الإحداث الصادي. هسا بدي الإحداث السيني اللي هو x. x ممكن أستخدم أعمل import
نم باي as and b. ممكن استخدم الـ A range function، ممكن استخدم الـ namespace، ممكن استخدم اي function بعطيني قيم لاحداثي x بين السالب 10 والعشرة. ممكن استخدم الـ namespace، ممكن استخدم الـ A range. A range n b dot a range من سالب 10 لعشرة الـ A range. الستيب واحد بالعشرة، عادة الستيب بعملها إشي قليل، هتخليها عش واحد، خليها عشان يعطيك عدد كبير من القيم لإكس. هسا قبل شوي رسمنا خطي بي ال تي دوت بلوت. بلوت اللي هو نفسه أول إشي بحط الإحداث السيني، بعدين الإحداث الصادي اللي هو اف اوف إكس لكل قيمة بإكس، هو بعمل بيعوض مكانها اف اوف إكس، بيعمل تعويض وبوجد زي الليست اللي بتمثل إكس والليست اللي بتمثل واي. الاكس الليست اللي بتمثل اكس هي انا عملتها، الليست اللي بتمثل اكس سامعيني، شوفوا الليست اللي بتمثل اكس انا عاملها اللي هي الارينج من سالب 10 ل 10. طب اللي بتمثل واي تعويض قيم اكس باف اوف اكس، هيك بقول له اف اوف اكس، يعني هاي زي كاني بقول له واي بس بطريقه غير مباشره، هو بيعوض. في طلاب كانوا يعملوا لوب يقعدوا يعوضوا كل قيمة بإكس بمقابلها بأف أوف إكس ويخزنوها بليست، بعدين يقول لي إكس فاصلة واي يخزنها بليست مثلا اسمها واي، بصير ولا بصيرش؟ بصير، بس هو خلص بما إنه بيعمل خطوة التعويض ليش أنا أعملها؟ كيف هسا بحكي لكم شلون؟ بي ال تي دوت شو، هسا رح نوري كل دياجرام وأحكي لكم اللي قلته. شوفوا الدوت شو كيف أظهرها مع الباي، لأن الباي مش حاط وراه دوت شو، بي ال تي دوت شو، رسم لي الرسمة مع الرسمة الباي، بي ال تي دوت شو، خليني أحط هون شو، عشان كمان رسمة ال واي تربيع، إكس تربيع بنعرف شو رسمها، هاي رسمتها، ناقص واحد بتأثرش كثير. طيب اللي حكيته إنه ممكن أعوض أنا، ممكن أعمل لوب أعمل ليست اسمها واي مثلا تساوي ليست فاضية، بعدين أعمل دوران فور إليمنت إن إكس على كل قيمة موجودة بإكس، أنا عملت قيم لإكس عن طريق الـ A range من سالب 10 ل 10، أقول له إيش؟ الحق لواي واي دوت أبند أف أوف إليمنت، عوض استدعي الفانكشن أف قيمة الإليمنت عوضها بالفانكشن F تدعيه، بعدين القيمة هاي الحقها ل Y، فبصير إيش؟ قيم في عندي X و Y، بعدين بقول له X فاصلة Y، بدل ما أقول له F of X بقول له Y، بس أنا هاي خطوة التعويض كل قيمة بـ X، شوفوا الرسمة اختلفت؟ نفس الرسمة، طب أنا خطوة التعويض فيش داعي إلها هاي، لأنه هو تلقائياً مجرد ما أقول له X وأقول له f of x، وأجي بدل ما أقول له y، هيك أنت جهزت عملت مابينج قيم x مع قيم y، شفت شو قيمة y اللي بتقابل كل قيمة لx، أنا بعطيه f of x وهو بترك له هاي المهمة x و f of x، بترك له مهمة يحسب كل قيمة x شو بقابلها بy، هو الإحداث الy اللي بقابلها. أتركه يستدعي وعالجهتين بيطلع نفس الدياجرام، اتفقنا؟ شفنا كيف بنرسم؟ ممكن أرسم أي function، function sin x ضرب زائد exponential of x زائد شو ما كان الفانكشن معقد، أنا بالنهاية الخطوات واضحة، شو الخطوات؟ بدي أعرف function شو ما كان بيشتغل، أو حطيت فيه sin وcosine وtan وexponential شو ما كان فيه power، بكتب برجع القيمة اللي بحسبها الفانكشن، بعدين بعمل قيم لإكس للإحداث السيني عن طريق، طب ضروري عن طريق الـ A range، بصير استخدم مثلا لين سبيس، أو بصير تستخدم اللين سبيس، مثلا بتقول له بدي ان بي دوت لين سبيس من سالب 10 ل 10 بدي 1000 قيمة، خلي عدد القيم تكون كبير، شوفوا الواحد بالعشرة من سالب 10 ل 10 كم قيمة رح يطلع عندي؟
سالب 10 ل 10 تقريبا 20، في 10 بطلع تقريبا 200 قيمة تقريبا، صح؟ ممكن أقول له بدي 200 قيمة باللين سبيس، من سالب 10 ل 10 احنا بنعرف اللين سبيس بعطيه القيمة الأولى والقيمة الأخيرة وعدد القيم مش الستيب، الاي رينج بعطيه أول قيمة وآخر قيمة، طبعا بقف قبلها آخر قيمة، وبعطيه الستيب الخطوة الخطوة. بعدين بتقول لي بي ال تي دوت بلوت اكس فاصلة اف اوف اكس، تعويض كل قيمة اكس مع المقابلها باف اوف اكس. بي ال تي دوت شو؟ صعبة رسمة الدياجرام اي فانكشن؟ لا، سواء كان فانكشن سهل او صعب الطريقة نفسها، خطوات نفسها. ظل اسئلة هون؟ ما ظلش اسئلة. نروح على الورك شيت الثانية، طبعا هذول موجودات كمان على الاي ليرنينج، اللي هن ورك شيت 7 وورك شيت 8. ورك شيت 7 و8 نشوف الباندات. الباندات شو كان وظيفته؟ شو كانت اهميته؟ ليش استخدمنا الباندات؟ المات بلوت استخدمناها للرسم، رسم قيم، رسم دياجرام. لاحظ البانداز بنستخدمه للتعامل مع الملفات، للتعامل مع الملفات. يعني مثلا إذا عندي ملف بدي أقرأ منه، بدي أقرأ من هذا الملف، بدي أقرأ أو بدي أكبر قيمة أصغر قيمة. طبعا إحنا تعلمنا نتعامل مع الملفات، تعلمنا، بس البانداز بتعطيني وظيفة طريقة أسهل للتعامل مع الملفات، طريقة أبسط بتخليني أتعامل مع الملفات، لأنه بقدر اوجد الملف الفايل العادي بقدر اقرا منه واخزن باوبجكت بعدين اعمل اقرا سطر سطر واتعامل معه، بس بقدرش مثلا اقرا اول خمسه اقول له اقرا لي اول خمسه ريكورد، او اقرا لي مثلا اخر خمسه، او اقرا لي بسهوله، صح ولا لا؟ بقدرش اوجد الافرج الماكسيموم المينيموم الستاندرد ديفيشن، اسماء الاعمده، اسماء بحريه بالفايلز العادي. أما بالبانداز بتعامل مع الملفات بطريقة أبسط أسهل، لأنه بتوفر لي فانكشن جاهزة للتعامل مع الملفات. نتذكر البانداز، طبعا كمان ما ذكرتكوش اللي هي الباي بلوت. هاي لو اجيت شيلت هاي امبورت نام باي، شوفوا بشيلها، وبدي اشيل هاي امبورت مات بلوت لايبراري، وبدي احط هاي فرام، اعطاني ايرور طبعا عليهم كلهن، from bylab import star. شوفوا تصير تكتب بدون ما تقول blt dot، بدون ما تقول لي numby dot، مباشرة كلهن تصير تستخدم أي function. إذا عملت from bylab import star تستخدم كل الفانكشنز الموجودة بكل اللايبراريز بدون مشاكل كلها، مش بس السكتر، هو ذكر لك إياها عند السكتر، بس هي بشكل عام معناها إنه راح أعمل import لكل إشي. شايفين؟ صار بإمكاني استخدم أي ميثود بدون ما أعمل تابع لأي لايبراري، حتى هاي الآن بي. ولو حطيت بيعتبره زيادة، يعني كأنه مش موجود. صار بإمكاني استخدم أي ميثود بغض النظر بدون ما أحدد تابع لأي لايبراري، للآن بي، للبي ال تي، للنمباي، للساي باي. إذا عملت import يعني هاي كثير كويسة، from bylab import star، from bylab import star،
تقدر تستخدم أي ميثود مباشرة، بصير أي ميثود كانت تابعة للساي باي للنام باي للمات بلوت للبانداز استخدمها بدون ما أقول تابعة لمين. إذا قلت from by lab import star، طب نروح نتذكر بالبانداز، نتذكر باللايبراريز. طبعا هنا واحد من الطرق اللي أنشأ فيها قيم عشوائية للسايزز، قيم عشوائية ل x و y، الراند، الراند اللي هو بعطيني قيم عشوائية. البانداز كان إمكاني أتعامل، طبعا إحنا تعاملنا مع ملف .csv صح، اللي هو السالاريز، كان السالاريز بأمثلتنا كان موجود السالاريز .csv، قرأنا منه عشان نوضح لك المثال. بس أنت بتقدر قال من بداية أول سلايدات قال لك تقدر تتعامل مش بس ملف .csv، ملف إكسل، لو في عندك ملف إكسل بدك تقرأ منه الأمر read underscore إكسل، بس الإكسل بدك تحدد اسم الملف وبدك تحدد اسم الورقة، لأنه الإكسل ملف الإكسل بيكون فيه أكثر من ورقة عمل إذا بتتذكروا صح؟ بدك تحدد اسم ورقة العمل اللي بدك sheet name، sheet 1، sheet 2. إذا ممكن كمان تحدد الindex column، شو الكولومز اللي بدك تقرأ منها، الشرط كل الكولوم الأعمدة، لأنه الإكسل بتكون ورقة كبيرة صح؟ طيب ممكن أقرأ مثلا ملفات أخرى، أعطاني read data read SAS read HDF، إحنا رح نقرأ زي ما تعلمنا اللي هو CSV. CSV رح أقرأ الملف، رح أقرأ من ملف نوعه CSV. طبعا إذا ما عندي from by lab import star، from by lab import star لازم أعمل import pandas، library اللي بشتغل فيها على الملفات اللي هي pandas، import pandas as pd. الاز هاي اللي هو اسم مختصر، لو ما حطيت as pd بصير، بس بضلنا نقول pandas dot pandas dot، إذا بدي أختصرها بقول as pd اللي هو اسم مختصر، زي ما بعمل numpy as np. أول خطوة بعملها اللي هي بفتح الملف، بفتحه للقراءة، وعادة فتحه للقراءة وبربطه بأوبجكت، هذا الدي اف اللي هو الأوبجكت، تعلمنا إنه لازم نفتح ملف ونربطه بأوبجكت، الدي اف اسم الأوبجكت. طب شو أمر الفتح؟ bd.read حسب نوعه read underscore csv، لو كان excel read underscore excel، لو كان stata اللي هو .dta read underscore stata وهكذا. قلنا احنا بنتعامل read underscore csv، بحط له اسم الفايل، اسم الفايل فقط بدون المود. إذا بتتذكروا بالفايل العادي لو كنت أعمل open كنت أعمل خيار open، أعطيه اسم الملف والمود read write w append صح؟ هون لا ما بعطيه مود لأنه اسمه read، read يعني أنا قاعد بدي أفتحه للقراءة، يعني read underscore يعني هذا الملف قاعد بفتحه للقراءة من الأمر، مش بفتحه عادي، مش بقولهوش open، أنا بقول له read يعني افتحه للقراءة، افتحه للقراءة، اتفقنا؟ أفتح صفحة جديدة للبانداس. طيب from by lab import star ثم الأوبجكت df، بدي أسميه أوبجكت مثلا بدل df، بصير هاي مسمى أوبجكت read underscore csv. طبعا احنا في عنا طريقتين، اما بكتب اسم الملف بس او بكتب اسمه مع الامتداد مع الدايركتوريز سالاريز دوت تي اس في. خلينا اتاكد انه موجود على الديسكتوب، بدي اخزن برنامجي على الديسكتوب. انا متى بكتب سالاريز موجود ورودي بالإكسل، هاي هاي. إذا البرنامج يخلينا خزنه على الديسكتوب، أنا متى بس بكتب الدايركت الاسم الفايل بدون دايركتوري بدون مكتوب البات، إذا كان مخزن البرنامج بنفس المكان الموجود فيه إيش، هاي بدي أخزنه على الديسكتوب. فانتست
طيب هاي قار فتحته للقراءة. الخطوة الثانية بعد ما فتحته للقراءة ياسر رح يقعد يطلب منا You have the file sellers.csv import pandas. طلب مني أعمل import pandas. طبعا أنا عملت from bylab import star كمان بصير. List first five records of it. اطبع أول خمسة records. أول خمسة records. أول خمسة records متذكرين الخيار. هسا بتعامل مع الأوبجكت أنا. Object dot dot إيش الهيد. شو الخيارات اللي أقرأ أول خمسة آخر خمسة؟ شو الخيار؟ الهيد اسم الأوبجكت. هذا الأوبجكت df أنا سميته أوبجكت. أوبجكت دوت هيد أوف خمسة. طبعا إذا ما حددت له أوبجكت هيد إذا ما حطيت الأقواس فاضية هو تلقائيا بعطيني أول خمسة. طبعا هون ما قبلش from by lab import star لازم اعمل البانداس. طيب خلينا نجرب. ما قبل هاي ايش راح اقول له؟ هون بالبانداز import pandas as bd هون بقول له bd.read عشان يتعرف عليها لأنه ما قبلها. هاي قرأ لي. طبعا انتبهوا على البانداز ما قبلش from scibyl from bylab import star لازم أعمل بانداز import pandas as bd بالنمباي والسايباي والماتبلوت قبلها بدون ما حدد كمان شو الفانكشن تابع لأي لايبراري. شوفوا أعطاني أول خمسة ريكوردز حطيت الأقواس فاضية. لو قلت لك بدي أول عشرة نفسها بس بتحدد عدد الريكوردز print object dot head of عشرة وفي عشرة بعطيني أول عشرة ريكورد. بالبداية أعطاني أول خمسة هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أعطاني أول عشرة هاي هالريكوردز من صفر لتسعة اللي هن أول عشرة ريكورد. هاي the first خمسة the first عشرة اللي هي هد في عشرة list last five records last شو الخيار؟ الهد اللي هو البدء أول عدد من الريكوردز خيار الهد. طب خيار التيل شوفوا last اللي هو تيل خيار التيل طلب منا آخر خمسة آخر خمسة تيل أقواس بحط object print طبعا ممكن تخزنهن بليست وبرجع لك إياها على شكل list تيل أقواس أقواس قلنا تلقائيا بيأخذ عدد الريكوردز خمسة شوفوا آخر هن 78 ريكورد آخر هن 73 74 75 76 77 طب لو قلت آخر عشرة print object دكتورة يعطيك العافية الله يعافيك لو سمحتي بدي أطلع عشان عندي امتحان مد طيب مش مشكلة شوفوا تالف عشرة بعطيني آخر عشرة ريكوردز دقيقة هني جاي
طب هيك عرفنا كيف نعمل أول عدد من الريكوردز وآخر عدد من الريكوردز. نشوف كمان شو مطلوب منا. The types of the colon. أنواع الأعمدة. نعرف نشوف أنواع الأعمدة. شوف بالسلايدات نتذكر. أنواع الأعمدة اللي هي D-type. هيشرح لنا شو لأنه D-types. D-types بعطيني أنواع الأعمدة. Types for all columns. D-types. بكتب D اسم الأوبجيكت دوت D-types. I have print object dot d types. بعطيني العمود الأول object, ثاني object. الobject اللي هو string يكون خليط بسميه object. PhD integer 64, service integer 64, six object, salary integer 64. طيب كمان طلب منا list the types of the columns, list the column names, أسماء الأعمدة. أسماء الأعمدة نشوف شو الإشي اللي بعطينا أسماء الأعمدة. D types. D types أنواعها. أسماء الأعمدة اللي هي الكولومن, هاي جدول columns. D types list of the type, list the types of the column. df dot columns list the column names. df dot columns. df شو هاي df؟ df اللي هو الأوبجيكت. أنا عندي اسمه أوبجيكت. print object dot column. أعطاني الأسماء هن rank, spline, phd, service, six, salary. أعطاني كل الأسماء كليست أسماء الأعمدة. كمان مطلوب مني list the row labels and column names. في خيار بعطيني أرقام الصفوف. row labels اللي هي أرقام الصفوف من 0 ل 77. column names اللي هي rank, discipline, service, salary. أسماء الأعمدة مع بعض بعطيني إياهن. نشوف شو الإشي اللي بعطيني. هاي list the row labels and column name. accesses هذا الخيار بعطيني أرقام الصفوف وأسماء الأعمدة. accesses هاي print. شوف كيف صيغتها. object dot accesses راح يعطيني إياها. شوفوا آخر شيء, هي أعطانا الرينج الإندكس. start from 0 ل 78, stop 78 لستيب 1. هاي الروز اللي هي راح تكون 0 ل 77 صح. الاندكس للكولومز اسماء الاعمده rank, spline, phd, service. number of dimension اللي هي اندم هيها اندم عدد الدايمنشن. الاندم عدد الدايمنشن print object dot andim. طب شو كمان طلب منا؟ number of elements. number of elements اللي هو size, عدد الصفوف في عدد الأعمدة. size object dot size. size بعطيني عدد العناصر. كمان شو طلب منا؟ number of elements, number of dimensions. A table representing the dimensionality. الدايمنشناليتي شو هو؟ الشيب صح؟ شوفوا هاي عنا السايز وعنا الشيب. بعطيني تابل بيمثل الدايمنشناليتي الأبعاد. 78 في 6 عدد الصفوف في عدد الأعمدة اللي هي الأبعاد. print object dot shape. طبعا هذول كلهن attributes مش functions, لهيك ما بحط لها أقواس. شايفين 78 في هاي السايز 78 في 6 هي 468. عدد الدايمنشنز 2. number of dimension 2. السايز 468 الأبعاد 78 في 6 فاصلة 6. numby representation of the data. في عنا numby representation. في خيار بعطيني numby df dot values. values بعطينا numby representation.
كيف نمباير بريزنتيشن؟ يعني بخزن لي القيم الموجودة داخل الملف كامل بس على شكل بطريقة الأري، طريقة النمباي الأري. هاي array1 تساوي object dot values. لو طبعت print array1 شوف كيف راح تكون، شوف كيف صيغتها، كل صف عبارة عن two dimensional array، وعندنا كل record عبارة عن صف فيها 78 صف، بصيغة مش بصيغة الليست العادية، طبعها بصيغة إيش؟ بصيغة النمباي أري، بصيغة النمباي أري اللي هو object dot values. شو كمان مطلوب منا كان؟ generate descriptive statistic for numeric columns only. نروح على functions هسه، هذول كلهن attributes كانن، attributes يعني attributes يعني data members، هيك هذول مش functions. طيب شوفوا generate descriptive statistic هذول methods df methods object dot describe، object dot describe بعطيني وصف إحصائي للأعمدة الرقمية فقط، للأعمدة اللي نوعها رقمي. هاي print object dot describe، describe بعطيني وصف إحصائي، هذا أقواس، إله أقواس ليش؟ لأنه هذا ميثود مش data member. شوفوا هاي count ال phd والسيرفيس والسالري اللي أعطاني نوعهن integer 64، الباقي اللي أعطاني إياه object، object لا هذا ما بعمل له وصف إحصائي، أعطاني ال count ال mean ال standard deviation ال minimum ال maximum ونسب مئوية، شايفين؟ وصف إحصائي للأعمدة return the max والminimum values for، شو خيار الماكس max والminimum اللي هو نفسه، هاي max ومن object dot max object dot min، أعطيني الماكسيمم والminimum للأعمدة اللي فيها رقمي، لا هنا مش اللي فيها رقمي، describe للأشياء الإحصائية، الماكس max والmin للإشي، هاي نطبق الماكسيمم للإشي اللي ممكن يحسب يقارن بين قيمه، العمود اللي بقدر أقارن بين قيمه، حتى السترينج تعطيني أكبر قيمة. شوفوا الرانك السبلاين هاي البي اتش دي السيرفيس السكس السالري ليهن كلهن أعطاني ليهن للستة أعطاني الماكسيموم، لأنه لو كانت خليط هاي بين أنواع مختلفة العمود بقدرش يحسب أكبر قيمة، بس لو كان كله سترينج بقدر يحسب له يقارن اللي بقدر يقارن بيناتن، كذلك المينيموم. طب بعدين طلب مني المين والميديان، المين والميديان لا بطبقهن على النيوماريك كولومز فقط. شو صيغة المين والميديان؟ object dot mean object dot median object dot mean object dot median، الوسط والوسيط، بنعرف شو يعني وسط اللي هو الافريج، والوسيط القيمة اللي بتتوسط القيم، هذول بعطيني اياهن بس للقيم العام للنيوماريك، الأعمدة للنيوماريك. هيك احنا خلصنا على البانداز، إذا بدكم تفتحوا السلايدات وطبقوا كل شيء موجود، هاي الستاندرد ديفيشن السامبل الدروب ان اي الهيد والتيل طبقناهن بالأول، الأشياء هذيك اللي فيها تفاصيل أكثر مش مطلوب مناش يعني نطبق عليها كثير. يلا يعطيكم العافية، خلنا حضور غياب، خلاص يعطيكم العافية لأنه صارت معدتي توجعني، يلا يعطيكم العافية.